زلزال عنيف بقوة 6 درجات على سلم ريختر يضرب قبالة منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لم تصدر تحذيراً من حدوث تسونامي، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات. هذا الزلزال يأتي بعد وقوع زلزال مدمر في تايوان قوته 7.4 درجات أوقع قتلى وجرحى وتسبب بأضرار مادية جسيمة. فيما أعاد الزلزال للأذهان زلزال فوكوشيما عام 2011 الذي ضرب المنطقة بقوة 9 درجات على سلم ريختر، وكاد يتسبب في كارثة نووية بعد تأثر المفاعل النووي لفوكوشيما دايتشي بتسونامي نجم عن الزلزال. المياه التي دخلت إلى المفاعلات تسببت في توقف توليد الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى مشاكل في التبريد تبعها ارتفاع في ضغط المفاعل لينتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي، لكن لحسن الحظ تم احتواء المشكلة وحلها. الزلزال تسبب كذلك في دمار كبير في المنازل بالمنطقة ومقتل نحو 16,000 ياباني. ولا يزال كابوس هذه الكارثة يطارد اليابانيين، فيما اتخذت اليابان عدة طرق احترازية لمواجهة كارثة مشابهة ببناء منازل ومبان مضادة للزلازل وتدريب المواطنين على التصرف في حال حدوث كارثة مشابهة.